دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذا أسلوب من أساليب الدعاء في الجنة وكذلك هنا في الدنيا، ولا يلتزم به الكثيرون. الشرط الأساسي في الدعاء أخواتي وإخواني: ادعوني أستجب لكم فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. إذن الشرط هنا الإيمان بالله والاستجابة له حتى يجب دعائك. أجب الله يجبك. يطلب الناس الدعاء في السجود وأيام الجمع وليالي القدر وأيام شهر رمضان وغيرها. كثيرا ما تدعو ولا جواب، لأنك تمسكت بالهوامش ونسيت الأساس، العمود الفقري للدعاء. ما هو؟ هو الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء